أيها الإخوة المؤمنون، ما رأينا خطاباً أعظم إلانة للقلب ولا استدراراً للدم ولا إحضاراً للخشية ولا أبعث على التوبة من تلاوة القرآن الكريم وسماعه. فيا من طالت غيبته عن مولاه، يا من هجرت القرآن الكريم، أقبل على الله واستقبل الرحمات. يقول إبراهيم بن أدهم: لقيت عابدا من العباد قيل إنه لا ينام الليل، فقلت له: لم لا تنام؟ فقال لي: منعتني عجائب القرآن أن أنام. نعم، هو شفاء لما في الصدور وتمحيص للصدور ونور ينعم الله عز وجل به على أحبابه. فأقبلوا على كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إن هذه الأوقات النيرات تطيب بذكر الذاكرين ودعاء المستغفرين والابتهال إلى الله رب العالمين. يصير الليل مع هذا الابتهال مشرقاً ويصبح السكون مبدداً، ويتحول الصمت من سكون لا رائحة فيه إلى حراك معطر، إلى حراك معطر بذكر الله. فالله أكبر ما أروع وقت السحر، فالله أكبر ما أروع هذا الفجر، الله أكبر ما أروع الدعاء، وما أجمل الابتهال ونحن نرفع أكفنا ضارعين إلى السماء حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا يا
اصبر على قدر الإله، اصبر على قدر الإله، فإنما بالصبر يهدأ قلب كل حزين. وخذ البشارة، وخذ البشارة من إلهك، إنها للصابرين علامة التمكين. أحسن برب الكون ظنك، أحسن برب الكون ظنك، إنما تستجلب التقوى بحسن ظنوني. أحسن برب الكون ظنك، إنما تستجلب التقوى بحسن ظنوني. أمدد يديك إلى السماء مناجيا، أمدد يديك إلى السماء مناجيا، ربا ينادي الخلق من يدعوني. قل يا عظيم الشان، قل يا عظيم الشان، قل يا عظيم الشأن، إني مؤمن راض بأخذك مثل ما تعطيني. يا من ترى قلبي وتسمع نبضه، أنت العليم بلوعتي وشجوني. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هبني رحمة واحفظ علي مع الكرامة ديني. يا حي يا قيوم، يا قيوم،
هبني رحمة واحفظ علي مع الكرامة ديني. قلها لرب الكون، قلها لرب الكون، قلها لرب الكون دعوة صادق ممزوجة بتلهف وحنين. قلها لرب الكون دعوة صادق ممزوجة بتلهف وحنين. يا من يحيط بكل شيء علمه، يا من يحيط بكل شيء علمه، يا من إذا جار العداء يحميني، يا رب يا خلقتني ورزقتني، ولأنت في الأحداث خير معين. يا يا ربي أنت خلقتني ورزقتني، ولأنت في الأحداث خير معين. يا يصد الحاسدين، يا من يصد الحاسدين، فدونهم حجب من اللطف الكريم، ودوني يا من أعوذ به من الشيطان، يا من أعوذ به من الشيطان في نومي وصحوي في جميع شؤوني. يا من ألوذ به إذا احتدم الأذى فيريحني من كل ما يؤذيني،
يا من له العلم المحيط ومن به نصر الضعيف ورحمة المسكين، يا من إذا ما احتجت قرب حاجتي وإذا ضللت عن الهدى يهديني. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.